الحاجات دي بقى احنا قلنا يعني ايه، وده حاجات وحشه وده كذا وتحكم ودي وخنقه ونفور. ايه العلاج؟ ايه العلاج عشان نفوق من القصه دي؟ اولا اول حاجه من العلاج انك تعرف حقيقه الدنيا الى زوال، قانون الزوال اصلا، وحقيقه الاشخاص، وتعرف قوانين الدنيا هي ايه عشان ما تتعبش. حديث سيدنا ابو هريره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد احب، لا الحديث الثاني يا محمد، الحديث ده احبب حبيبك هونا ما، حاضر، عسى ان يكون بغيضك يوما ما. حب بالراحه كده، ما تندلقش تبقى زي البسكوته كده تندلقي في قلب كوبايه الشاي تدوبي، لا خليكي الخشافه كده حبه كده حلو، لكن بسكوته روحتي خلاص. وابغض بغيضك هونا بالراحه، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. وبرضه الحديث الثاني اللي رواه الحاكم في المستدرك من حديث سهل بن سعد، قال جاء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. دنيا قانون، ما احنا مخلدين مش مخلدين، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجذبة أو مجذبة، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعز استغناء عن الناس. والله لو لفنا ده هنفضل نقول القيام 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 القيام، النجاة هي دي النجاة. حقيقة الدنيا قانون الزوال، قانون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى معرفة أن الخلق كلهم إيه؟ ناقصون، وأن التعلق دوت بيكون بإيه؟ تعلق بكامل الصفات وكامل الأوصاف اللي أنا يجب أعلق قلبي بيه الله عز وجل وحده، أرتاح أرتاح. تاني حاجة أن أنا أستعين بالله، عرفت أن المفروض ألجأ لله وأعرف الله وأعرف حقيقة الدنيا والكلام ده والأشخاص، أستعين بيه بقى لأني فهمت، فاستعين صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وانت راح العبد كده على باب ربنا سبحانه وتعالى، ذليل على باب ربنا طالب إيه؟ الدواء والعافية من الله. ثالث خطوة للعلاج، بلاش ندور على الناس اللي احنا يعني يبقى متعلقين بيهم ونفضل ندور في الساقية بتاعتهم كده قبل حواليهم، ونوقف حياتنا كده عليهم وحياتي وقف عليه، لا اشغل وقتك بالمفيد من مصالح الدنيا والآخرة. ما بقولكش خليك في الدين بس والآخرة، الدنيا وآخرة يعني. رابع خطوة إنك تتعلم تحب الحب الصحي، الحب المتوازن، مش حب التعلق المرضي. طب ده بالنسبة لتعلق الأشخاص. إن شاء الله بإذن الله في الحلقات التانية هنتكلم عن التعلق بالأشياء والأماكن، نعمل إيه. أدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم يا رب حب الله عز وجل والتعلق بالخالق وحده دون المخلوق، قولوا أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال.